أثنى أهالي بلد على منظومة كاميرات المراقبة في القضاء داعين إلى تعميم هذا المشروع ليشمل المناطق النائية خاصة الجنوبية منها، كونها تسهم في تعزيز الملف الأمني بكل جوانبه. الزميل عبد الجبار مهدي تابع هذا الملف وأعد لنا التقرير التالي. بهدف الحد من الجرائم والسرقات والخروقات الأمنية التي تواجه الحكومة المحلية في قضاء بلد، أنجزت حكومة بلد المحلية منظومة للمراقبة الأمنية وبتقنية الـ HD التي تسهم بتوفير معلومات استخباراتية وحوادث السرقات وكافة الخروقات. بخصوص الكاميرات، نشكر قيادة شرطة صلاح الدين على ومديرية شرطة بلد طبعا، ونشكر المدير على الكاميرات، هي ترصد السراق وترصد الإرهابيين، ومعلومة تكون بسيطة إلى المديريات، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ونشكر طبعا قلنا مدير مركز شرطة بلد على هذه الكاميرات. دعا مواطنون إلى شمول جميع مناطق جنوبي المحافظة لما لها أهمية في تعزيز الملف الأمني وكشف المناطق الرخوة للحد من الجريمة المنظمة والسرقات، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح لحماية المدينة من كافة الجوانب. خطوة يعني تفعيل الكاميرات المراقبة في المحافظة، أغلب أقضية المحافظة، هي نقطة محسوبة وجيدة للحكومة المحلية لكون لها أهمية كبيرة في يعني حماية البيوت والمشاريع الحكومية والمنتزهات الحكومية. أيضا نلاحظ يعني شبه انعدام لحركات التخريب لكثرة حالات السرقة التي تكررت في الأوان الأخيرة. يعني نشيد هذه الخطوة من الحكومة المحلية، وأيضا يعني نطالب بتفعيل هذه الكاميرات بأكملها والاعتماد يعني الاعتماد الكلي على هذه الكاميرات. كاميرات إضافة إلى جهد الاستخبارات اليوم على الحكومة اعتمادها بالمناطق اللي تكررت فيها الخروقات مثل جنوب محافظة صلاح الدين. هذه مناطق اليوم إضافة إلى جهد الاستخباراتي ممكن أن تفعل بها الكاميرات لكشف كل مخططات داعش الإرهابية. نصب وتثبيت كاميرات المراقبة في مدينة بلد هو أمر ضروري بالغ الأهمية للسيطرة على جميع الأمور التي تخدش المدينة لا سامح الله من جميع النواحي، سواء كانت تتعلق في قضايا إرهابية أو قضايا غير ذلك، تتعلق في أمور أخرى تزعزع أمن المدينة. فبوجود هذه الكاميرات يتم السيطرة على جميع الشوارع والأحياء في مركز المراقبة. هنالك كاميرا عامة تسيطر على جميع المناطق وتفاصيل الكاميرات، ونشكر القائمين والعاملين عليها ومن سعى إليها. نصب كاميرات المراقبة في القضاء تعد خطوة إيجابية للحفاظ على أمن وسلامة المدينة. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.